إلى فقرة صحية حول موضوع نرجو ألا ينتشر في أرجاء مكة المكرمة بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن الفيروسات الموسمية مع الاستشاري في الأمراض المعدية في التجمع الصحي الثاني بالرياض الدكتورة إيمان العواد. أهلا وسهلا بك دكتورة. يعني وزارة الصحة كانت تتحدث اليوم عن أكثر من 20 نوع من الفيروسات المسببة للزكام ونزلات البرد. ما هي أسباب هذه الفيروسات الموسمية؟ كيفية الوقاية منها على عجالة؟ شكرا لكم على الاستضافة، الله يعطيكم العافية، وأحب أشكر القناة على دورها الرائد في نشر التثقيف الصحي. طبعا كما يبدو من الاسم، فيروسات موسمية هي مجموعة من الفيروسات تنتشر على حسب المواسم. البعض منها يوجد طوال السنة، والبعض الآخر ينتشر في فصل الصيف أو في فصل الشتاء. هناك كما سبق وذكرت أكثر من 20 نوع، من ضمنها فيروس الفيروسات الإنفلونزا والفيروسات الشبيهة بالإنفلونزا، إلى جانب الراينو فيروس وإلى مجموعة من الفيروسات كالمخلوي التنفسي، تنتشر عادة في بداية فصل الصيف أو بداية فصل الشتاء. تقريبا إكلينيكيا هم متشابهين من ناحية وجود الأعراض بارتفاع طفيف في درجة الحرارة، السعال، التهابات الحلق، الصداع، الإعياء. وقد يتزامن رؤية هذه الفيروسات تنتشر هذه الفترة مع تزامنا مع تراخي الإجراءات الاحترازية بعد جائحة كورونا. نعم دكتورة إيمان. نعم دكتورة إيمان، يعني هل نزلات البرد، إن صحة التعبير أو صحة التسمية، نزلات البرد تأتينا طوال السنة أم هي متعلقة فقط بمواسم محددة؟ نعم، هناك بعض الفيروسات تكون منتشرة طوال السنة، مثل التهابات الفيروس الإنفلونزا سي، بارا إنفلونزا أو النظير الإنفلونزا، لكن هناك بعض الفيروسات تنتشر أكثر مع بداية المواسم، كمثلاً إقبال فصل الصيف أو فصل الشتاء مثل الإنفلونزا الموسمية. غالباً كما سبق ذكرت هي متشابهة جداً في الأعراض، ومن ضمنها حتى فيروسات التاجية ككورونا والكورونا المستجد وغيرها، ولا يمكن التفريق بينها لكن إلا من ناحية إجراء الفحص المختبر أو التحليل البي سي آر. نعم، سؤال أخير دكتورة إيمان، هل هذه الفيروسات متعلقة بالتجمعات البشرية أم متعلقة بالأجواء وفصول السنة؟ والله بطريقة انتشارها نعم هي تنتقل انتقال مباشر عن طريق السعال وعن طريق الرذاذ التنفسي، وقد تكون هناك انتقال بطريقة غير مباشرة عن طريق تلوث الأسطح، فجزء مباشر منها هو الازدحام والتواجد في الحشود مع الأشخاص المصابين وضعف الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أيضا التغير الجوي والمناخي كالجو الجاف، المواسم، تقلب المواسم، هذه أيضا لها عوامل في انتشار موجة من أنواع معينة من الفيروس. شكرا جزيلا لك دكتورة إيمان العواد الاستشاري في الأمراض المعدية في التجمع الصحي الثاني بالرياض. شكرا جزيلا لك دكتورة إيمان.